اذكر، اذكر اذكرنا وبعدين اذكروا جميعا، فاذكر اشياء تفعلها في حال وجود لص في بيتك. يلا مريم، شو تسوين اذا اكو حرامي بالبيت؟ يعني اقفل البيبان. اقفل البيبان عليه. قفلين بيبان، خلي نشوف. ان اقفل الابواب او البيبان. خطا، خطا هذا. اذكر اشياء تفعلها في حال وجود لص في بيتك، شو تسوين؟ احاول اذا كنت بالغرفه اقفل علي الغرفه، واحاول اتصل باي شخص قريب. ست فائزه، العفو. وحده لو تقفلين لو اتصل. اقفل. تقفلين؟ متاكده؟ نعم. اذا اقفل الباب او اقفل الباب. خطا نفسي. خطا، لا خطا، مو هي هذه احتمالات، يعني انت صح او انت تمارسي، لكن بالاستبيان ما اجى، يعني بنسالنا الناس. خلي نشوف نبأ. نعم، اتصل بالشرطه. الاتصال بالشرطه، واو، هذا اقوى احتمال، لذلك قلت لكم حاولوا ان تفكروا. نبأ شو تقررين؟ الكم لو الهم السؤال؟ النا الكم؟ تفضلي ست فائزة، اهلا وسهلا. و ونبأ عرفة واحد من الاحتمالات، انت شو تقول مصطفى؟ الصراخ او الاستنجاد. الصراخ او الاستنجاد باحد.